يا ابو رضو، ما تزعلش مني اني اخر مره نزلت وسبتك لوحدك. يا ستي، ما هو انا لو كنت عرفت ربي ما كانش جرالي كل ده. ما تتقمصي قوي كده يا بابا، ما هي رضوى كل ما بتجيلنا بتسيبها وبتمشي. هي دي مش زي دي ولا ايه؟ لا دي مش زي دي ولا ايه؟ ما بسيبهاش لوحدها بعد ما اقول لها يحنن. يا بابا انا محقوقه لك، ما يبقاش عقلك اصغر من عقل عيالك. والاعتذار ده حاف على الناشف كده ولا بغموز؟ لا حاف على الناشف. انا عند موقفي فلوسي لبنتي وبس. يبقى اعتذارك مش مقبول. طب ما اخبيش عليك يعني، احنا ولايا برضك ما نحبش نتكلم على حد. اصل البت هيام عينيها راحت على شاب تاني غيرك، وتقريبا كده قريت فتحتها بكره. طبعا ما لحقتهاش فطارت. قصدك كانت بتلعب بيك وشايله واحد تاني ستبنا على الرف، ولما طولت زهقت شافت حالها. يا حبايبي ربنا يسترها عليها ويبارك لها، خلينا في اللي احنا فيه. مالكم؟ ما انتوا زي الفل اهو. عايزاك توعدني لو جرالي حاجة تاخد بالك من دنيا انت واخواتي. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ليه بتقولي كده؟ عبد الغني ايدك منه والارض، ما اقدرش اعتمد عليه. والفلوس اللي انا سايبها لها لوحدها ما تعملهاش حاجة. ودنيا لسه صغيرة وعايشة وسط وحوش. ويا عالم انا بكرة هيجرالي ايه؟ في ايه يا رضوى؟ ما تتكلمي يا بنتي. في ان انا لسه متهمة وبتحارب والدنيا سنة سنونها عليا. وبين لحظة والتانية ممكن اتكفي على وشي ولا حد يسمي عليا. رضوى، هو انت سمعتي او عرفتي حاجه ومش عايزه تقولي؟ لا والله انا قلبي بس هو اللي مش. ربنا يخيب الظنون وافضل جنبها لاخر يوم في عمري، اكبرها واشوفها وهي بتاخد اعلى الشهادات واسلمها لايد جوزها. بس انا قلبي مقبوض، واللي شفته الايام اللي فاتت ما يطمنش. مش هتسيبيها يا رضوى. احنا معاك يا حبيبتي، ما تقلقيش. ربنا يخليكوا ليا. انا همشي بقى علشان لازم اروح اجيبها من المدرسه. السلام عليكم. اختك مالها يا بنتي؟ مش عارفه يا بابا. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.